السلام عليكم، مساء مع صباح، لا مساء واحلى صباح الاحلى متابعين، ارحبوا حيد العين، الله يحييكم. تحيه المطر. بدي اقول لكم شغله، في بعض الناس اشوفهم لما بغى يتوضا دخل دوره المياه عشان يستنجي ثم يتوضا، هذا خطا، مو صح. ترى ما يحتاج تدخل دوره المياه، اذا بغيت تتوضا ما يحتاج تدخل دوره المياه، الله يبارك فيك، على طول توضا من المغسله، ما يحتاج يعني تستنجي، هذا المقصد من الكلام. الله يوفقك على الوجه. بعض الناس ما فهموا كلامي الماضي. المقصد من الكلام انك اذا جيت تتوضا ما يحتاج انك تغسل مخرج البول والغائط اذا جيت تتوضا، لا ما يحتاج، ما يغسل مخرج البول والغائط الا عند قضاء الحاجه، اذا جيت تقضي حاجتك بس تغسل تستنجي، يسمى استنجاء. اما اذا جيت تتوضا ما يحتاج تستنجي. وفي شيء ثاني شفته في بعض الناس اللي جاي يتوضا خاصه في المسجد، لما انه جاي يغسل يده في الوضوء ما يبدا من اطراف اصابعه، يبدا من الرسغ، وهذا خطأ. إذا جيت تتوضأ تبدأ من أطراف أصابعك، يعني من بداية يدك إلى المرفق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه بداية يدك مو غالي. مشكلة بعض الناس من هو صغير ما تعلم علم الصح وكبر هو عليه والحين بيستغرب هالشيء، ولاحظت فيهم كثيرين، لكن الله يفهمنا ويعلمنا. بعض الأخوات يسألون يقولون عادي نقرأ القرآن أو نستمع للرقية الشرعية أو نقرأ الرقية الشرعية واذكار الصباح والمساء وعلينا الحيض، إيه نعم عادي ولا يردك شيء، لكن المصحف ما تمسكينه مباشرة بحائل أو بقفازات، أما بغيت تمسكين الجوال ولا إباد ما يحتاج وضوء، لا أنت ولا غيرك، على طول تقرأ. ليسأل عن خروج الريح هل يحتاج إلى استنجاء؟ لا ما يحتاج استنجاء، يعني ما يحتاج تدخل دورة المياه تغسل السبيلين، فقط يكفي الوضوء. هذا بعد يسأل إذا صرت تقيم من النوم هل استنجي أو لا؟ ما يحتاج تستنجي إلا عند خروج البول أو الغائط، غيرها ما تستنجي. جماعة من يريد الله به خير يفقهه في الدين، يعني أنت ما تقدر تصلي إلا لين تتوضأ وتتطهر. بعض الناس يجهل مثل بعض هالأمور، مشكلة والله العظيم أنك تجهل أمور يعني أساسية في دينك، أمور أساسية في دينك، العبادات لازم تعلمها يا أخوة، الله يوفقنا وياكم.